مع حسام الرابحي على الحياة FM. مدينة للحياة الأقرب ليك. نسلم عليكم الناس الكل وين ما يوصلكم صوتنا. الناس اللي اخترتوا تتابعونا على 93 وبين 3W الحياة FM. ونزيد نصبحوا ونسلموا على الناس اللي اختاروا يتابعوا البرنامج صوت وصورة على الباج فيسبوك بتاعنا الحياة FM، وإلا زادة كيف كيف عشان يوتيوب بتاعنا الحياة FM. نذكركم تكلمونا على 70-35-120 سينو لقيت ذي بشكون عنا جولة في أهم ما جاء في الصحف التونسية، لكن كما العادة نادتني ديما جينا جريدة واحدة اللي هي جريدة الشروق، قراءة كاملة في أهم المواضيع اللي وقع طرحها اليوم في جريدة الشروق بتاريخ 14 نوفمبر 2022. توت سويت في ريفيو دو بريس. ريفيو دو بريس، قراءة في عناوين الصحف الصادرة اليوم. سهام صباح النور ومرحبا. بونجور حسام، أيمن، تو الموند اللي يسمع فينا على إذاعة الحياة FM. إن شاء الله بداية أسبوع موفقة يا ربي للجميع. إن شاء الله نهار الاثنين يكون خفيف نظيف على الناس الكل يا ربي. سينو احنا يجينا خفيف من حيث الجرايد، دونك تجينا جريدة واحدة اليوم جريدة الشروق، مركزة برشا على المونديال. وقريبا دليل كأس العالم 2022 باش يكون هدية في جريدة الشروق، انتظروها. دونك ما فيها بيس تشريوا جرايد، راهو انا نشجع برشا على انكم تشريوا جرايد، تقراوا جرايد. هذا في دعم للزملاء والمؤسسات. حتى لو كان عندك، كنا عندنا السمارت فون وكنا عندنا جرايد الالكترونيه، اما تبقى النكهه والقوم تاع الجريده وقت اللي تبدا تحل فيها انت الصباح وتحط الجريده وتبدا تقرا فيها الصباح. ايوه، تبدا تقرا فيها الجريده. نكهه واحساس ما تنجمش توصفه. مالوروزمون قاعده تندثر نوعا ما، هذاك علاش لازم حتى الجرايد في حد ذاتها تبدل في استراتيجيه نتاع العمل نتاعها. بالضبط حسام. سينو زاد اليوم صحيح جاتنا جريدة الشروق ما فيها برشا مواضيع كمام السياسي والاقتصادي على المونديال، زاد كيف كيف الافتتاحية اليوم. الشعب جاح هكا عنونت الشروق اليوم الافتتاحية متاعها، وكاتب الافتتاحية راشد شعور قال بأنه وقت تبدأ انت من فضاء الفضاء ومن دكان لدكان ومن بلاصة لبلاصة تبدأ تلوج، يا ربيش تلقى الحاجة اللي انت تلوج عليها، سكر، قهوة، أحليب. دونك إشكالية كبيرة اليوم. يحاول هو يطرح جملة من الأسئلة ويحاول يجاوب، ساعات يبدأ يحكي مع روحه ويبدأ يجاوب في روحه. دونك ما عناش احنا شكون يحكي معانا، شكون يفسر لنا، شكون يوضح لنا شنو اللي صاير. الكاريكاتير لليوم في صفحة 4 من جريدة الشروق يرجع الرحموني على تصريح وزير السياحة الأخير، وين قال تونس السنة استقبلت 5.4 مليون سائح، ويروج لهذا الرقم على أنه إنجاز. وبالفعل تقدم مقارنة ب 2019 و2020 يعتبر سجلنا نقاط أخرى. أما رحموني علق بريشتو كالعادة تكون فما نقد كبير، يقوله في المقابل أوروبا سنة استقبلت 16,000 حارق تونسي. دونك هذه المعادلة اللي يطرحها رحموني بريشتو في الكاريكاتير لليوم. بنفس الصفحة مقال على تركيبة البرلمان المقبل، هل سيكون البرلمان المقبل كسابقه بعد كشف القائمة الأولية للمترشحين ونشرتها هيئة الانتخابات. تتوقع جريدة الشروق في هذا المقال بأنه باش يكون فما صراع سياسي مرتقب بين أنصار المشروع مشروع البناء القاعدي وبين مساندي المسار اللي هما يؤمنوا بفكرة تعديل المسار. يعني لازم هما مع 25 جويلية ولكن ربما ما يتوافقوش في كل الخطوات اللي قام بهم رئيس الجمهورية بعد، أم هما مع التغيير كمان، ما همش مع العودة إلى الوراء. دونك تتوقع الجريدة باش يكون فما صراع مرتقب بين أنصار مشروع البناء القاعدي وأنصار فكرة تعديل المسار، واللي لازموا معناها إجراءات أو قرارات يتعدل بهم هذا المسار. سينو الملفات الأخرى نقراو على الفوسفات كنز تونس الضائع، مقال في الصفحة 5. نحكيه على أسعار الفوسفات اللي ضعفت في العالم وأشعل صراعا دوليا. الفوسفات أو ما يسمى الذهب الأبيض تبقي عليه تونس في أعماقها وتحتفظ بما يقارب 7 مليار طن كاحتياطي استراتيجي بالرغم من الصعود الصاروخي لأسعاره. وعوض الاستثمار في هذه الثروة تغرق تونس في سوء إدارة هذا الملف وتمد يدها للاقتراض من الدول والهيئات والمؤسسات الدولية، وأحنا يبدأ عنا الخيرات متاعنا معناه.
في صفحة 7 في اليوم العالمي لمرضى السكري، عفى الله الجميع. اليوم نحكي على هذا الملف، الإحصائيات اللي جت في الشروق، 15.5% من التوانسة مرضى بداء السكري. حول العالم يتم تسجيل 1.5 مليون وفاة في العالم سنويا بسبب داء السكري، وتقرأوا برشا تفاصيل على هذا المرض. وفما برشا خيمات اتعملت البارح في مدينة القيروان، في بطحة ولاية فرحان، في زادة ولايات أخرين راهو تعملوا البارح، وشفنا الأنشطة في صفحة رسمية متاع وزارة الصحة بمناسبة اليوم العالمي لمرضى السكري. دونك تعملت برشا خيمات وبرشا فحوصات تقدمت لفائدة المواطنين اللي مشاو وشاركوا في الخيامات تهيد. هو داير في علاقة باليوم العالمي لمرضى السكري، اليوم إن شاء الله في سانتي 5.5 مع رحايم باش تكون ضيفتنا الدكتورة بثينة بن عبد الله، هي طبيبة غدد والسكري. دونك استفساراتكم، أي تساؤلات في علاقة بمرض السكري 70 35 120، والدكتورة أكيد باش تجاوبكم على كل استفساراتكم وكل تساؤلاتكم. فقط حبيت زادة نذكر الناس اللي راهو اليوم إن شاء الله حصة خاصة في علاقة بمرضى السكري في استوديو الحياة فيه. بالضبط، وربي يعفي الجميع وربي يشفي الناس الكل يا ربي. سينو نختمو حسين اليوم بمقال في صفحة 9 من جريدة الشروق على الجريمة في تونس ترتفع بنسبة قديش؟ بنسبة 425% سنويا حسب لطيفة تاجوري المختصة في علم الجريمة، وتقول بأنه أولادنا يعيشوا في إحباط بين زوز عوالم إن صح التعبير متوازية، واقع يعيشوا فيه وواقع افتراضي يلتجؤوا له ويهربوا للفضاء الأزرق اللي فيه ما فيه، معنى فيه برشا حاجات، فيه عنف، فيه برشا يعني استغلال، وينجم يتعرض له الطفل إذا كان ما يكونش مراقب، وإذا والديه ما يراقبوش فيش قاعد يعمل، مش قاعد يتفرج. كذلك نحكيه على الشخصيات الكرتونية، تقريبا 26 شخصية كرتونية تستقطب الأطفال في الاستغلال الجنسي. تحكي زادة لطيفة تجوري على فقدان الأمل وراء الهروب من الواقع المعيش إلى الواقع الافتراضي، وتقول في غياب برامج تأطير الشباب والأطفال يبقى المنفذ الوحيد هو الفضاء الأزرق بمخاطره. دونك التليفون ولا التابلت اللي هو عنده راه فيه مخاطر كبيرة، التواصل الاجتماعي زادة كيف أي بالضبط. دونك لازم الأولياء زادة يردوا بالهم، خاطر ينجم ينعكس على الصغيرات لا قدر الله بسلبية. يعني امبارح نتفرج على فيديو في سهلول في سوسة، صدقني عبارة نتفرج على فيلم أكسيون، مشهد تاع تاع البراكاج، البراكاج تاع الموتور للتاكسي في وسط في وسط النهار، قال الاخر في وسط العباد، كيفاش الاخر التاكسيست ما حبش يحلوا الباب نتاع الكهربه، طلع له فوق الكابوت وقاعد يضرب في البلار، وبعد مشات تمشي الكهربه وهو فوق الكهربه. فريمون معناها مشهد يورينا شنو هي سيتوياسيون اكتويل اللي نعيشوها بالحق ونسروها، معناها هذيك راهي عايشه نحلوها بعمق واجتماعيا صحيح. واسبابها وعلاجها كيك، راهو في وضح النهار يمشي في وسط الكراهب، راهو التاكسيست معناها في الكياس في وسط الكراهب في النهار والقايله، معناها شنو علاش ولينا هكا كميه العنف هذا والبركاجات اللي صايره، وضعيه خايبه على الاخر توا ولات دو تيل فاسون. الناس الكل ولات خايفه على رواحها، الناس الكل ولات ماخذه حذرها، اللي يخرج بتليفونه تلقاه مكبش بتليفونه في تليفونه بيديه زوز، المراه اللي شاده ساكة تلقاها مكبشه بيديها زوز. الحقيقه وصلنا السيتياسيون خايبه على الاخر، مانيش نحكي على ولايه القيروان، نحكي على مستوى وطني. الحقيقه البراكاجات اللي نسمعوا بهم ونشوفوا فيهم في الميترو في الكيران، والجرائم حسام، والابار الجرائم، اخر الجرائم اللي سمعناها البارح كيفاش اللي صار، معناها بالحق على الجانب الامني زاده، خاطر هو كي تبدا تحس روحك مامن تحس بالاطمئنان، تحس بالطمانينه. اذا كان انت اليوم كيما كنت تحكي وهذا راهو صحيح وموجود، تبدا خارج تبدا خايف على روحك والمراه خايفه على ساكها وعلى ولدها وعلى طلع شنو، دونك لهوني فما نقص بالاحساس بالامان، وراهو المعالجه ما تكونش كان امنيه كهو، لازم نعالجوا الاسباب الحقيقيه وراء هذايا الكل. بالضبط. الشباب هذاك عطيه شغل تو يخدم، تو ما عادش يعمل هذاك دور الثقافه، الانشطه الثقافيه وغيرها. الدور في المعتمديات راهو داخل عدد كبير من الاوساط الريفيه، راك من بات القدر شباب، معناها يا ريت الشباب وين تلقاهم موجودين يا في القهوه يا في القهوه.
ما عندك حتى خيار اخر، يطلق قاعد في قهوه هذه مش في هذه، راه في القهوه الاخرى. دو تيل فاسون ما عنده وين يمشي، ما عنده حتى متنفس، لا دور ثقافه، لا دور شباب، لا وضعيه نتاع مؤسسات صحيه تصلح، لا وضعيه نتاع مؤسسات تربويه تصلح، لا تأطير، لا احاطه، لا شغل، لا فما حتى شيء. زيد عليهم حاجه مهمه ياسر حسين ما يلزمش ننسيبها، اللي هو الخطاب. الخطاب السياسي، الخطاب اللي يكون خاونة ومتآمرون ومش عارفة شنو، وتوانسة باهين وتوانسة خاينين ومتآمرين. المتآمر على الدولة يمشي للقضاء، يمشي إلى سجن يتعاقب. كها واش معناها متآمر على الدولة ويبيع ويشري في الدولة، هو يسافر ويمشي ويجي. هذا راه كلام رئيس الجمهورية، راه مش معقول رئيس الجمهورية يقول متآمرون ويبيعوا ويشريوا في تونس ويتنقلوا أحرار. لا ما يتنقلوش أحرار، الناس اللي تعمل هكا لازم يتعاقبوا. والخطاب هذايا راه ينجم يجرنا للمتاهات هذايا. ربي قدر خير وربي يجريها على الصلاح. احنا هذاك شنو نقولوا؟ بالتوفيق ان شاء الله للمنتخب الوطني التونسي في نهائيات كاس العالم قطر 2022. زدت نحب نزيد كيف كيف نذكر الناس اللي يسمعوا فينا توا، راهو باش يكون فما مفاجات يعني في اذاعه على امواج اذاعه الحياه افهم في علاقه بالتغطيه الخاصه والحصريه بكل مقابلات المنتخب الوطني التونسي مباشره من قطر. دونك كل التفاصيل نذكرهم بالباج الجديده حسام. اللي يسمعوا فينا بتتر كانوا في الباج القديمه، دونك راهي الباج اوفيسيال تبدلت نتاع راديو الحياة. الباج اوفيسيال نتاع راديو الحياة فام اكيد تبدلت. دونك الباج نتاعنا الحياة فام بالفرنسي اكاهو، دونك تكتب الحياة فام بالفرنسي، معناها ما تكتبش بالعربي، بالفرنسي اكاهو. هذيك الصفحة الرسمية لإذاعة الحياة فام. الحقيقة راهي أجواء تستنى فيكم يعني خاصة بالمونديال، أجواء احتفالية بامتياز، يعني نقل كامل لكل مقابلات المنتخب الوطني التونسي، ونقل خاصة لأجواء الجالية التونسية اللي موجودة في قطر. سينو سي محمد يعطيك الصحة، شكرا لك يا لله. هذا شنو كان عندنا بالنسبة لليوم في ريفيو دو بريس. ريفيو دو بريس، قراءة في عناوين الصحف الصادرة اليوم. سيام ريكاب كالعادة. كالعادة إن شاء الله نتقابلوا في ريكاب ميدي من 11 ونص حتى الماضي ساعة، عودة على آخر المستجدات. تعرف حسام ريكاب يوفى نهار الخميس، دونك جمعة وسبت وحد يصير فيهم برشا حاجات، دونك إن شاء الله اليوم نلقاو برشا حوارات في ريكاب ميدي. واضح، شكرا لك سهام حمدي على كل هذه المعطيات. من 11 ونص الماضي ساعه ريكاب ميدي 70 35 120. سينو قيت مع الطربيات كل مره ايمن ليغا هكا يختار لنا اغنيه من الاغاني الجميله. اليوم ايمن اختار